إذن مشاهدي محمد يقول السلام عليكم. برنامج ضيف وحوار الضيف اليوم وفي إطار الانتخابات البرلمانية دائما معنا قبل نقدم عبد الهادي وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بإقليم المحمدية لخوض الانتخابات البرلمانية للسابع أكتوبر. سي بن مقدم السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا نقول عفو السي بن مقدم المسار الدراسي والمهني ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم على هذه الاستضافه الكريمه من محمديه بريس وعلى راسها السي خالد. انا اعرفكم على شخصي، اسمي بن مقدم عبد الهادي من مواليد المحمديه زناته، يعني ابن المنطقه. فيما يخص المسار الدراسي، ابتدات دراستي الابتدائيه في مدرسه سيدي موسى المجدوب في الجامعه القرويه لسيدي موسى المجدوب. بعد ذلك التحقت بالدار البيضاء بالثانوية الخوارزمي، حينها حصلت على شهادة البكالوريا ماتي تكنيك. بعد ذلك انتقلت إلى فرنسا حين حصلت على 5 شواهد. الشهادة الأولى هي مهندس دولة في المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، تخصص المنشآت العمرانية والقناطر والطرق بفرنسا، وكذلك إجازة في الرياضيات وميتريز بالميكانيك في جامعة ليل بفرنسا، فضلا عن ماستر في اللوجيستيك والمشتريات بمدرسة بوردو. فيما يخص مساري المهني، جله قضيته بشركة الخطوط الملكية المغربية، حينها تقلدت عدة مناصب من رئيس مصلحة إلى رئيس شعبة إلى رئيس قسم إلى رئيس مركز إلى نائب مدير إلى مدير. آخر منصب اشتغلت به هو مدير عام للمعهد التكوين المهني في مهن الطائرات. أبرز المشاريع التي تقلدت مسؤوليتها من ضمنها شركة سنيكما موروكو إنجين سيرفيسز المختصة في صيانة المحركات النفاثة للطائرات، وهي أول شركة كانت يعني شراكة ما بين الخطوط الملكية المغربية وسنيكما موروكو، واللي بمثابة شرارة لبداية تطور هذا المجال الطيران. زيد على ذلك مشروع ماتيس المتخصص بمسالك الطائرات، يعني أسلاك الطائرات، وآخر مشروع هو هذا المعهد التكوين المهني المتخصص في مهن الطائرات. والآن نحن بصدد دراسة مشروع مدرسة إن شاء الله لتكوين الماستر وكذلك المهندسين في مجال الطيران، إن شاء الله نحن بصدد دراسته. إذن ما شاء الله شواهد كثيرة ومناصب عليا، والمحمدية في حاجة طبعا لمثلكم. نبدو تقول لنا كيفاش فكرتي دخول عالم السياسة والترشح للانتخابات، وأعطينا وصيف اللائحة. بالنسبة للوكيل اللي هو عبد ربي، بالنسبة للوكيل بالنسبة الثاني في اللائحة هو رضوان زويتني، وهو تاجر وفاعل جمعوي بالمحمدية. والمرشحة الثالثة هي جميلة فقير، وهي باحثة علمية وفاعلة جمعوية. بالنسبة لترشحي بالاتحاد الدستوري بالدائرة الانتخابية المحمدية، جاء في لحظة عصيبة جدا، وذلك بإلحاح من الساكنة المحلية للمحمدية زناتة، سواء كان في المجال القروي وفي المجال الحضري. وإثر ذلك لهذا كان هناك استياء، كان هناك استياء للساكنة وإحباط للساكنة من جراء التجارب الماضية التي أظهرت فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام. وهذا الإلحاح هو الذي جعلني أنني أتواجد ضمن المرشحين، وذلك لأخذ بزمام الأمور ولإيجاد ومعالجة كل الملفات التي ينتظرها هذه الساكنة التي عانت من التهميش وعانت من النسيان. وأنا ابن المنطقة عانيت فيما قبل
من هذه المشاكل ومن هذه المشكلات. على ذكر الساكنة وعلى ذكر النشطاء الفيسبوكيين بالمحمدية، حيث أنهم أطلقوا قبل الحملة الانتخابية والآن عبارة غادي نصوتوا لولاد البلاد، واش أنت كتتفق معهم في الطرح هذا؟ طبعا نظرا للتجارب الماضية وعدم القرب من الساكنة هو الذي جعلني أكون متحفزا وأكون يعني مثالا وقدوة للشباب إن شاء الله اللي غادي يصوتوا علينا واللي غادي يعطيونا واحد ثقة كاملة في ابن المنطقة، لأن أولا وقبل كل شيء نحن مستعدون لخوض هذه الانتخابات وهذه الاستحقاقات في إطار البرنامج الذي خططه الاتحاد الدستوري، وهو مخطط جريء وطموح يتمحور حول 4 نقاط أساسية. أولا المحور الأول هو وضع خارطة الطريق للشباب عبر ضمان التعليم والتكوين المتلائمين مع سوق الشغل وتعميم الولوج إلى الثقافة والرياضة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا هو تسريع وتيرة خلق مناصب الشغل عبر إجراءات عملية، وذلك لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين في المنطقة سواء كان في المجال الحضري أو في المجال القروي، والرفع المستمر والشامل للنمو. النقطة الثالثة تتضمن ميثاق للنهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من مستوى الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات العملية. وأخيرا وهي نقطة مهمة أيضا هي الاستفادة من تجربة الحزب والأطر العاملة في الحزب الاتحاد الدستوري في تدبير الترابي، وذلك لإنتاج سياسات عمومية في خدمة المواطنين. إذن بدأت الحملة الانتخابية منذ حوالي 5 أيام، كيف كتشوفوا الحملة ديال باقي الأحزاب وما هي خطة الطريق الواضحة في حملتكم الانتخابية؟ أنت أنتم حزب الاتحاد الدستوري بإقليم المحمدية. نحن بدأنا الحملة منذ أكثر من 3 أيام، وهذه الحملة هي حملة يعني فيها شوية الصدق، فيها صدق كبير. لماذا؟ لأننا نحن آمنون ومطمئنون أن الساكنة أرادت الوجوه الجديدة من ابن المنطقة لتغيير المقاربات الماضية ووضع خطة قابلة للتنفيذ، وذلك بوضع مسؤولين فاعلين لتنفيذ هذه الخطة وهذه الخارطة لمعالجة جميع الملفات سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي. فنحن واثقون أن الحملة متاعنا هي حملة غتكون إن شاء الله ناجحة بكل المقاييس، وأننا عندنا تجاوب كبير سواء في المجال الحضري أو في المجال القروي، والساكنة متعطشة جدا بالتغيير جذري في هذه الاستحقاقات. وأتمنى أن الساكنة تتفهم هذه الوضعية وتساندنا في هذه الاستحقاقات لكي نفوز في هذه الاستحقاقات إن شاء الله. إذن كلمة مختصرة لساكنة إقليم المحمدية بجماعتها الست. أنا أقول هذه لحظة تاريخية، هذه لحظة تاريخية ومهمة جدا لإعادة أولا الثقة في العمل البرلماني، لأن لا يخفى عليك أن البرلماني عنده دور تشريعي وبرلماني إلى آخره، ولكن لا يمكن للبرلماني أن يضرب بعين عرض الحائط لانتظارات كل أطياف المجتمع. المهم الآن نحن مستعدون أننا نفتح صفحة جديدة، مقاربة جديدة للقرب من المواطن وحمل عبء والملفات الشائكة التي لم تعالج لحد الآن. ونحن في الاتحاد الدستوري
وجميع الطاقم الاتحاد الجزري بما فيه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية قادرون على التغيير في منطقة المحمدية زناتة بما فيها المجال الحضري وكذلك المجال القروي، لأنه التنمية المجال الحضري تمر عبر تنمية المجال القروي. إذن آخر سؤال، ماذا يمثل لكم صندوق 7 أكتوبر؟ هو صندوق 7 أكتوبر هو فصل، يعني غادي يكون هو الفصل الأخير، مش الفصل الأول ولا الثاني ولا الثالث لهذه التجارب. أتمنى أن يكون الفصل الأخير لطي هذه التجارب الفاشلة وفتح صفحة جديدة لكي ننجح ولكي ننهض بهذه المنطقة العزيزة علينا. كلمة للناس اللي ما كيصوتوش. هذه لابد من الساكنة، وأنا عبر منبركم الكريم أطلب من الساكنة المحمدية الذين لا يصوتون، هذا خطأ كبير وجسيم، لأنه مسؤولية كبيرة جدا. لازم أن سياسة الكرسي الفارغ أن ننساها إلى الأبد، وأن ندلي بصوتنا إلى المرشح الكفء القادر على إيجاد خطة طريق النجاح لهذه المنطقة للنهوض بها إن شاء الله. إذن في ختام حلقة اليوم من برنامج ضيف وحوار، نتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيك السي خليل، وشكرا لطاقة كبون، ونتمنى نتلاقاو إن شاء الله وإحنا فائزين. إن شاء الله.